مستواكم مباراة يوم أمس حقيقة أنا سعيد جدا بهذا المستوى اللي ظهرتوا به قياسا بالفترة اللي دربنا بها، يعني فترة قليلة شهر تقريبا، المغتربات ما كلهن أجن أو المحترفات ما كلهن أجن، وبعض اللاعبات ما قدروا يلتحقن بالتدريب في بغداد بسبب التدريب في إقليم كردستان. النقطة الثالثة والمهمة أنه العراق ما يوقف على لاعب أو لاعبة. أشكركم على الجهد اللي بذلتوه البارحة ونتيجة مشرفة، إن شاء الله المباراة القادمة راح تشوفون نفسكم أفضل إن شاء الله، لأنه الخوف راحت من عندكم، القلق راح، وإحنا يوم بعد يوم راح نتعلم. يعني أنتوا الآن إذا نراجع نفسنا كلكم أسألكم، هل مستوانا نفس مستوانا قبل شهر؟ أنا أعتقد لا، أعتقد يعني لأنه وجهة نظري كخبير في هذا الاختصاص أنه إحنا تطورنا بنسبة خلينا نقول 10 إلى 20% من المستوى اللي نتمنى أن نوصل إليه. إن شاء الله بالمستقبل نوصل إلى مرحلة أكبر وأفضل، وإن شاء الله تكونوا منتخب يفتخر به العراق إن شاء الله.